الأسبوع ده برضو كان فيه خبر مهم جدا، وهو تعيين السيد حسن عبد الله المصرفي الكبير قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. يمكن في هذه الصورة بيظهر اجتماع ثلاثي ما بين دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله والدكتور محمود محيي الدين. الأول قبل ما أقول دلالة هذه الصورة وأهميتها، عايز أقول إنه في ناس كتير حصل لغط في مسألة طب ليه قائم بالأعمال؟ يعني ليه ما يتمش تعيينه على طول محافظ البنك المركزي؟ هذا أمر طبقا للدستور، يعني هذا قاعدة دستورية، لأنه الآن البرلمان ليس في دور انعقاد، في أجازة برلمانية. لما بيبقى في أجازة وبيبقى في قرار الرئيس تشاور في اسم اللي هيتولى المسؤولية، فحتى يعود البرلمان لإقرار الاسم بيتم تعيينه قائم بالأعمال. فإذا مسألة قائم بالأعمال دي أمر حتى تستثق المسألة مع الدستور. الحقيقة قوبل تعيين السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بارتياح شديد جدا في أوساط كثيرة جدا. يمكن ناس كثيرة هذا التفاؤل مبعثه يعود إلى شخصيته وإلى مسيرته في العمل المصرفي. كمان كان هذا الاجتماع مهم جدا لأنه التوافق بين السياسات الحكومية والسياسات النقدية، حالة التناغم، حالة الهارموني اللي مفروض تكون موجودة تحديدا كمان في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، مسألة مطلوبة. يعني ما ينفعش يبقى في السياسات الحكومية في اتجاه ثم والسياسات النقدية في اتجاه، لازم يبقى في تناغم كبير جدا. واعتقد انه هذا الاجتماع ووجود دكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي امر مهم جدا، واعتقد يعني ما ستسفر عنه الايام القادمه هيؤكد هذا الكلام، انه هتبقى في حاله من التناغم الكبير. الحقيقه انا فوجئت كمان انه في الترحيب من اطراف مختلفه. يعني انتم متابعين الاستاذ هاني توفيق وآراءه الاقتصادية وبتاع، كتب هو بعد تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، كتب على صفحته ده الأستاذ هاني توفيق: لا أبارك للصديق المصرفي القدير حسن عبد الله ذي الخلفية الاقتصادية والاستثمارية المحترمة بمنصب محافظ البنك المركزي، وإنما أهنئ به البنك والسياسة النقدية لمصر، أتمنى له كل التوفيق في مهمته الصعبة وعقبال باقي خطوات الإصلاح الاقتصادي الشامل. وكتب أيضا الخبير المصرفي الكبير هشام عز العرب: ألف مبروك للمحترم حسن عبد الله، وبالتأكيد كل المحترمين هيساعدوه في المهمة الصعبة، وبالتوفيق إن شاء الله. طيب خلونا سر هذا الترحيب بالأول السيد حسن عبد الله، وما الذي يجب أن يفعله؟ يعني إيه الملفات الأساسية اللي مفروض يتصدى ليها؟ خلونا نستمع من الخبير المصرفي الكبير الأستاذ هشام عز العرب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. كل سنة وأنت طيب. ويعني أنا حابب أسمع رأي حضرتك من خلال تقييمك الشخصي وتقييمك المهني ل يعني اختيار السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظة البنك المركزي أول، ثم يعني أحب أعرف إيه الملفات الأساسية اللي المفروض نشتغل عليها في الفترة اللي جاية. والله تقييم الاختيار حسن زميل زي بقية الزملاء في القطاع المصرفي، اشتغلنا مع بعض سنين طويلة، ويمكن أعود بالذاكرة لعام 2003 إن في ثلاثة تعاملوا مع الدكتور فاروق العقدة، كنت أنا وحسن بيه سيادة المحافظ يعني، والأستاذ هشام رامز المحافظ الأسبق. الأسبق إحنا كنا ثلاثة، اللي ساعدنا الدكتور فاروق وقتها إنه يظبط سوق الفورن اكسشينج أو سوق النقد والسياسة النقدية وكل الكلام ده أهوت. وفي الحقيقة يعني حتى الدكتور فاروق نفسه شخصيا طلع أشاد أكتر من مرة في العلن بأسماء الثلاثة اللي ساعدوه. فالسيد محافظ الأسبق كان محافظ البنك المركزي في أوقات صعبة جدا بعد الأحداث السياسية،
وبعد ما هو مشي جه الأخ طارق عامر. الموضوع معقد في الحقيقة ومحتاج خبرة في حاجات معينة مطلوبة. وأعتقد الأخ حسن من لي من خبرات وتواصل دولي بيخليني أن أنا أقدر أقول أن أنا مرتاح، ومش أنا بس يعني، حتى أنا في أجازة في الحقيقة وبلتقي مع مجتمع الأعمال وبلتقي مع ناس كثيرة في القطاع المصرفي، وفي حالة ارتياح شديدة، لأن احنا كنا بنشتغل بطريقة، واحنا في الحقيقة في الشغل بتاعنا دكتور بنقول دايما لما بتعمل حاجة بنفس الطريقة ما تتوقعش نتائج مختلفة. احنا كنا بنعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة ما تتوقعش نتائج. فكان محتاج التغيير، كان مطلوب يعني، والتغيير ده شيء صحي في الحقيقة يعني. فأنا لو بتسألني أنا شخصيا التحدي الأكبر عند لا قبل التحديات أستاذ هشام، قرأت إزاي اللقاء الثلاثي إنه ما بين دكتور مدبولي والأستاذ حسن عبد الله ودكتور محمود محيط دي؟ أنا قرأت ليه إن كان في حاجة ما أعرفهاش، أنا طبعا أنا مش جوه الدايرة، إنما بالتأكيد كان في حاجة موقفة أو معطلة التعامل في موضوع صندوق النقد. والكلام ده هو، واعتقد ان الامور هتتحرك دلوقتي. فاللقاء ده قرايتي للقاء، قراءتي للقاء ان هو هنشوف سرعه اكتر في التعامل مع الملف دوت. طيب التحديات يا فندم، يعني احنا قدام مرحله هي بالفعل معقده ومتشابكه داخليا وخارجيا. و حضرتك بص بص يا دكتور، عشان اطمن حضرتك، اتفضل. ما فيش حاجة، أو أنا يمكن راجل اشتغلت 40 سنة في منهم مدة طويلة جدا في جي بي مورجان في لندن، واشتغلت مع دول خرجت من تحت عباءة النظام الاتحاد السوفيتي من بولندا للمجر وخلافه، وكنا بنساعدهم ازاي ينظموا نفسهم كمناطق كسياسة نقدية واكشينج ويحطوا نظام عام ليهم بعد الخروج من تحت عباءة الاتحاد السوفيتي. وكانت حاجات ممكن تقول انها اسوأ كتير من الاوضاع اللي احنا كنا فيها. احنا دايما بنقول في الشغل بتاعنا ما فيش حاجة مالهاش حل، صحيح. كل حاجة ليها حل، صحيح. بس لازم لما تيجي تحل تبقى عارف ايه التمن اللي هتدفعه للحل دوت. ليه؟ لان الحلول ده هي مش حلول ببلاش. لا، في حاجات ممكن تعتقد انها كويسة ممكن تستغني عنها وتضطر انك تعمل ما تعملهاش. وفي حاجات بتعملها تقول لا انا محتاج ازود منها، ما كنتش انت متخيل ان دي لها تأثير ايجابي. لا، لازم يبقى في تمن الناس عارفة انه لازم يدفع يعني. لا لا لا، وعلى فكره الثمن مش الناس بس، والثمن انت في سياستك العامه محتاج حاجات تبص عليه. يمكن حضرتك اللي بيجري في ماراثون او في سباق بعض الاحيان بيقف يشرب ميه، ده ما يخسروش السباق، ده هو بياخد نفس ويشرب ميه ويعيد تفكير السرعات بتاعته ايه، وده مش عيب، صحيح، حاجه كويسه. فاللي انا بس عاوز اقول لحضرتك، انا تواصلت مع اكتر من حد، انا يعني معظم شغلي بره، وتواصلت مع اثنين مهمين قوي في الحقيقه مش هقدر اقول اسماء من المستثمرين الخارجيين، وسالني هل الخبر سليم صح كده هو، فاكدت له، وحتى شيرت معاهم تعليق ليا مع رويترز على التعيين، وكان الرد بتاعهم احنا راجعين تاني. راجعين تاني يعني يعني الكلمه احنا راجعين تاني، الكلمه ديت كلمه مشجعه جدا. في الاقتصاد يا دكتور أهم حاجة هو الإحساس النفسي. الإحساس بالتفاؤل دوت شيء ممتاز، إحساس، وإنه الثقة مهمة كمان، الثقة بالظبط. مهما عملت لو ما فيش ثقة وما فيش تفاؤل ما تقدرش تنتج حاجة. عشان تنتج لازم يكون في ثقة وتفاؤل، حتى لو ما عندكش حاجة لسه هتنتجها. ده اللي أنا ده رؤيتي للامور يعني، وربنا يوفق الجميع يا رب ان شاء الله. حسن يعني سياده المحافظه وطلب مننا اي حاجه هنساعده، لان كلنا اخوات وكلنا في مركب واحده ودي بلدنا في الاخر. صحيح. وانا اؤكد لحضرتك ان يعني ناس كثيره في القطاع المصرفي محترمه على استعداد انها تساعده، يمكن انا تواصلت مع اكثر من حد من رؤساء البنوك. فكلهم في الحقيقه قالوا يعني احنا بنشتغل، احنا ناس بروفيشنال. صحيح. في محافظ ليه توجه، احنا معانا، ما بشتغلش ما فيش امور شخصيه عندنا. المساله مش مساله افراد، في مؤسسه. لا 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 لا، لا في مؤسسه خالص. لا خالص. فالكثير من في الحقيقه من اللي تواصلت معاهم من رؤساء البنوك، زي ما اتكلمت مع ناس بره، بقص النبض برضو
لكن اجمل احساس عندي في الحقيقه هو احساس الناس اللي بتقابلها في الشارع، في عندها حاله تفاؤل شديده يعني. وده مهم. طيب عايز اسال حضرتك برضو سؤال فني. يعني امبارح ناس كتيره جدا كانت متوقعه انه فيما يتعلق بسعر الفايده، احنا اللجنه لجنه سياسات نقديه عملت تثبيت لسعر الفايده، وناس كتير كانت بتحاول تقول انه ممكن يبقى فيه تحريك للمساله شويه. طيب انا اقول لحضرتك على حاجه، دي مجرد تخمين وليس معلومه. انا ما اعتقدش سياده المحافظ الجديد حضر اجتماع اللجنه امبارح او يوم الخميس يعني. واعتقد ان هو تصرف سليم من اعضاء اللجنه، ان احنا ما ينفعش نغير حاجه في السياسات بدون وجود المحافظ الجديد. والمحافظ الجديد عشان ياخد قرار زي دوت محتاج يطلع على كثير من المعلومات والملفات. لان ممكن انت تكون بتعمل حاجه وقراءتك للامور بشكل معين، بيجي حد تاني عين تانيه تبص قراءتها بتختلف تغير الامور. صحيح. طب يعني ده كده انه اجرائيا يا فندم، يعني حضرتك اتكلمت من الناحيه الاجرائيه انه ما كانش موجود، لكن انا اقصد اهميته اقتصاديا. يعني في محللين كتير اتكلموا بقى انه تثبيت الفايده ده صح، حضرتك قلت صح اجرائيا من الناحيه الاجرائيه انه لما المحافظ الجديد يبقى موجود. انا بص يا دكتور، انا مش جوه الاوضه عشان اشوف كل اللي موجود فيها، انا وانت بنتكلم من خرم الباب. تمام. رؤيتنا للامور من خرم الباب. ولكن لو بتسالني هل اجرائيا صح انك تعدل السياسه والمحافظ الجديد لم يدخل مكتبه بعد، يعني قد تكون فيها بعض مش عاوز اقول شبهات، لكن يعني يعني بتبقى يعني ما يعني مش صح. لكن هو كان التصرف السليم اللي اتعمل في انتظار وصول المحافظ الجديد، قرأته للملفات اللي موجوده وبعد كده اتخذ قراره بعد كده. تمام. بشكر حضرتك جدا الخبير المصرفي الكبير استاذ هشام عز العرب. يعني هذا التفاؤل الحقيقه احنا لمسناه كتير جدا، يعني في قطاعات كتيره جدا وناس اتكلمت، متخصصين في الاقتصاد متفائلين، وان شاء الله يعني كل التوفيق، ندعو انه كل التوفيق يحالف القائم باعمال محافظ البنك المركزي. وزي ما قلت لحضراتكم حكايه القائم باعمال دي، لانه ان شاء الله عند انعقاد البرلمان بيعرض عليه ويعني بيقر او بيكون ليه راي تاني، لكن قائم بالاعمال هذا امر يتفق مع الدستور تماما.